طب هنا برجع لمصطفى، انت 28 سنة صح؟ ومدير العمليات في وزارة الشباب، ده في حد ذاته شيء بالنسبة لي أكتر من رائع. هي مدير العمليات في وحدة السياسات في مكتب معالي الوزير. حلو. ووحدة السياسات دي وحدة مستحدثة في مكتب معالي الوزير. احكي لي عليها. من مهام الوحدة دي، دايما احنا عندنا في مصر حاليا بنشهد نوع من أنواع التطوير في الأداء الحكومي والرسمي. فعشان نقدر نواكب التطورات اللي بتحصل في العالم ودول كتير حوالينا، لازم يكون في دراسة متأنية لكل التجارب القائمة، التجارب اللي عندنا في الوزارة والتجارب الدولية، وإزاي نطور من أدائها عشان نوصل لأحسن مستوى أو أعلى مستوى يعب النفع على الشباب المصري. حضرتك عارف إن الشباب المصري تقريبا 65% من الشعب، يعني 65 مليون، واحتياجاته كتير واهتماماته كتير. فعشان تقدر تقدم خدمات مناسبة للشريحة الكبيرة جدا دي، لازم تكون دايما اب تو ديت، يعني بتحدث دايما رؤيتك افكارك. فوحده السياسات بتقوم على المهمه دي، بتتبع معي الوزير مباشره، وبنعمل السيرش والسيرفي دايما على اي موضوع خاص، سواء مشكله قائمه، مشكله حاليا، تطوير مشروعات، تطوير اداء البرامج في الوزاره. فكل ده بيصب في النهايه في وحده السياسات في مكتب معالي الوزير الشباب. قول لي بقى الفلتره اللي انا بسال عليها دي. 10,000، يعني احنا سنه 94، انا اظن ان احنا كنا الاف الحقيقه. الكلام ده كان ايام الدكتور عبد المنعم عمار. والحقيقه انا دايما ادين بالشكر وبالفضل لهذا الرجل على اللي حصل في حياه كتير مننا. يعني عايز اقول لك ان احنا النهارده في ليا اصدقاء وزملاء على راي سلمى، اخواتي بقى، يعني بقوا ما شاء الله سفراء وحاجه عظمه. يعني مش هقدر اقول اسامي بقى عشان مناصب حساسه جدا دلوقتي ان شاء الله. فمساله الفلتره دي في الوضع بتاعكم، او في هذا العصر، او في الزمن اللي احنا فيه ده، الفلتره قايمه ازاي؟ هي مراحل كتير جدا. تمام. بتبدا اولا ان احنا بنعمل اعلان، والاعلان دوت بيكون متقسم الاستماره اللي بتتعمل عشان تديني نتائج اوليه، اعرف النسب المقدمه قد ايه واحصائياتي قد ايه، المحافظات والمدن والقرى المقدمه، عشان دايما بيبقى عندي اولويه مثلا اختار الاقرب، القاهره الكبرى مثلا. ده بيزعل مننا ناس كتير طبعا، اخواتنا في المحافظات الثانيه، بس ده برضه انا مش عايز اظلم الشاب ان هو مش هيقدر يسافر لي مثلا كل يوم. فبعمل عمليه تصفيه الاوانيه بالشكل دوت طبعا، بشكل مختلف بقى، بنشوف الخبرات، بناخد نسبه ناس عندها خبرات، ناس ما عندهاش خبرات، بنحاول نعمل زي من نوع من انواع الكوكتيل اللي يسمح ان الناس كلها تستفاد من بعض وتاخد خبره من بعضها وتقدر تشتغل في فريق عمل متجانس. احنا بنختار مثلا السنه دي الشريحه العمريه بتاعتنا من 16 سنه لسن 24، وبعد عمليه التصفيه الاولانيه تتم عن طريق الانترنت، عن طريق الكريتيريا او المعايير اللي احنا محتاجينها، بنختار 2400 بنعمل لهم مقابلات شخصيه، اللي بيبقى الفيصل بيننا الاتيتيود الشخصي، قدرته على التعامل في الازمه، ان هو يفكر بسرعه، سرعه البديهه، الاحداث الجاريه وعيه بيها، الشخصيات العامه. بيبقى عايزين الشخص معانا دوت يبقى نموذج. الهدف اصلا من برامج التطوع اللي احنا بنستهدف نعملها مثلا في معرض الكتاب، هو ربط الشاب باحداثه الوطنيه وبوطنه، ان هو يتعلم يبقى أداة في أداة التغيير الإيجابي في المجتمع، الطاقة اللي عنده يقدر يطلعها بشكل إيجابي يفيد مجتمعه ويفيد ناسه. فعشان كده دايما بنكون حريصين إن احنا في المجموعة اللي تخش عندنا مجموعة تقدر في يوم من الأيام لما تمسك منصب أو تبقى مذيع كبير زي حضرتك كده في التلفزيون، يبقى عنده الخبرة أو الارتباط الوطني بالحدث الكبير. وطبعا بيتعلموا بقى حاجات كتير، يعني مثلا بيبقى في مساهمات إيجابية في المجتمع من ناحية التعامل مع الناس، الخبرة في التعامل مع الناس، العمل في فريق عمل. كل ده بينعكس على شخصية الشخص المتطوع، يعني سواء في الفعالية زي فعاليات معرض الكتاب، هو أكبر فعالية ثقافية في الشرق الأوسط، وبنقول يعني وهو دي حقيقة أكبر عدد زوار لمعرض الكتاب في العالم هو معرض القاهرة الدولي للكتاب. فالتحدي كبير إن يبقى في 225 واحد يتعاملوا مع 4 مليون بني آدم. أنا متأكد الشخص اللي بيخش وبيطلع بيبقى شخص تاني غير اللي هم بيقولوه تماما. يعني الشباب بيثبتوا دوت، بس أنا متأكد إن هو نفسيا وعقليا سلوكيا بيختلف تماما، وبيكون شخص اكثر ايجابيه، ما يكونش شخص بيقعد على الكيبورد زي ما حضرتك كنت بتقول من شويه. العيال بتستخبى. العيال بتستخبى، لا هو بيقدر يواجه ويشوف، حتى لو في حد عنده شك في حاجه او حاجه، لا هو ما بيحس ان هو جوه المنظومه، وشفافيه المنظومه دي بشكل ما بيكون مدركه عنده، لما يشوف حاجه بعد كده في التلفزيون، ده حقيقه. ما يبقاش في تشكيك.